السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. عشاق وان تريك، اهلا وسهلا بكم وحبا بكم معنا فيديو جديد وشرح جديد. ان شاء الله اصدقائي غنوريكم طريقه تنزيل متجر. هذا المتجر هذا فهو مختلف على البلاي ستور، لان اغلب التطبيقات اصدقائي اللي كنحتاجوها فما كنلقاوهاش في البلاي ستور، ولكن موجوده في هذا المتجر هذا. فهذا المتجر هذا تقدر تنزل منه العديد من التطبيقات بنظام الابيكي، وكذلك الالعاب بالنسبه لو بغيت ديرهم الاطفال ديالك يلعبوا في جهاز التلفاز الحامل لنظام الاندرويد او نظام جوجل تي في، وكذلك على اجهزه تي في بوكس والسيك فاير. فان شاء الله اخوتي غندوزو حنايكم جهاز التلفاز ونوريكم طريقه تنزيل هذا التطبيق هذا. لهذا تبع معايا الفيديو من الاول حتى التالي ديالو باش تستفد منه. اعزائي المشاهدين، اهلا وسهلا بكم ورجعنا لكم. فاول حاجه غنديروها فغنمشيو اصدقائي البلاي ستور ونقومو بتحميل هذا التطبيق هذا. غنمشيو لجوجل بلاي ستور، من بعد اصدقائي غنمشيو لمكان البحث هنا شير ونكتبو دي، فيظهر معنا هذا التطبيق هذا. فهذا التطبيق اساسي وجد مهم خصو يكون عندك في جهاز التلفاز ديالك، تطبيق داونلودر. فنخليك اصدقائي فيديو تخرج شوفوا طريقه تنزيل هذا التطبيق هذا، وخصك تفعل واحد الخيار باش ملي تنزل التطبيقات تنزلوا معك اوتوماتيكيا. بعد اصدقائي ما نزلوا التطبيق داونلودر فغنديروا له اوفري. من بعد خوتي غنجيو هنايا للهوم ونضغطوا على الزر ديال اوكي، ونجيو نكتبوا هذا الكود هذايا اللي هو 61 0 8 71. نعاود لكم الكود 61 0 8 71. من بعد ما نكتبوه نهبطوا لهنايا الجو تولي لنا بالصفر ونضغطوا على زر ديال اوكي. ننتظر قليلا غيتم تحميل معنا التطبيق اصدقائي المتجر ديالنا. فهو اصدقائي خفيف ما فيهش بزاف، فيه 11 ميجا قول 12 ميجا. من بعد اصدقائي نهبطو هنا لتحت ونديرو انستالي، نضغطو على زر ديال اوكي. كما شاهدتو معنا فهاد التطبيق اصدقائي تنزل على جهاز التلفاز. من بعد خوتي نضغطو على زر ديال اوكي، هنا نجيو نديرو ديليت، نزيدو نديرو ديليت، كنمحيو البيانات ديال التطبيقات اللي كان تيليشارجيوها باش ما تعمرناش اصدقائي التلفازة. من بعد نخرجوا من التطبيق ديالنا فضروري اصدقائي خصنا نفعلوا هذا الخيار هذا، فهو جد مهم. غنجيو هنايا البارامتر كما كتشدوا معايا، من بعد غنهبطوا لهنايا لتحت هنايا كما كتشدوا لي دايره بحال التلفازه بريفيرونس غولاتيف على باراي، ونضغطوا على زر ديال اوكي. من بعد نهبطوا نقلبوا على اصدقائي على هذا، هيا سيكوريتي اي ريستريكسيون القيود والامان اللي فيها اصدقائي بحال القفل، ونضغطوا على زر ديال اوكي. ندخلو هنايا سورس اون كوني ونقلبو على التطبيق ديالنا. فهذا هو التطبيق ديالنا ابتويد تي في، فضروري خصنا نفعلوه نعطيوه الصلاحيه باش ننزلو التطبيقات عليه. حنا اصدقائي دابا فعلنا فنخرجو نجيو التطبيق ديالنا هو هذا ندخلو له. فهنا اصدقائي كتلقى العديد من التطبيقات بنظام ابيكي اللي ما كنلقاوهاش في البلاي ستور. ومن بعد نزيدو نديرو اوتوريزي، فهذا هو التطبيق اللي كان معنا اليوم تطبيق ابتويد تي في. اصدقائي وصلنا لنهايه ديال الفيديو ديالنا، ما تنساش دير معك واحد اللايك الا ممكن تشارك في القناه وفعل زر الجرس باش دائما توصل بجديد. تهلاو فراسكم وانتظرنا في فيديو جديد.